حصلت قصة عجيبة لرجل من أهل نجران من أهل الكتاب. كان ليلة يتعبد في ديره فسمع راكبا من أهل اليمن يمر حوله على راحلته يقرأ سورة النساء، فاستمع إليه فبلغ قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فظن أنه هو المخاطب بهذه الآية سبحان الله، فوقعت منه موقعا فنزل يجري من الدير ولحق ذلك الراكب وهو يضع يده على وجهه يخاف أن يمسخ إلى قفاه، فجاء تائبا إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه، وكان ذلك في أيام عمر بن الخطاب. وقصة في مقابل ذلك لرجل من أهل الشام أسلم وحفظ القرآن في أيام عمر ولكنه ارتد عائدا بالله فتنصر فرجع إلى النصارى ففتحت بلدته، فلقيه رجل من المسلمين فسأله: يا فلان ما بقي معك من القرآن الذي حفظت؟ قال: لم يبق معي منه إلا آية واحدة وهي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بقيت هذه الآية حجة عليه في قلبه، دامغة له، داحضة لكل آماله ولكل ما يفكر فيه من الأعذار، نعوذ بالله. الشيخ أنا أحب أن أسأل